اجتمعت لجان أسرتنا الرعوية التابعة لمكتب الرجاء المسيحي في دير اللاتين بمحافظة الزرقاء لمناقشة الخطة السنوية الخاصة بها لعام 2018. التفاصيل في التقرير التالي. تحت عنوان امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق اللآلة، انعقد في دير اللاتين كنيسة الرسل في الزرقاء اللقاء الأول للجان أسرتنا الرعوية التابعة لمكتب الرجاء المسيحي بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران سليم الصايغ المرشد الروحي للجنة أسرتنا واللجنة المركزية بعمان ولجان الرعاية من مختلف المحافظات. واستهل اللقاء بقداس إلهي ترأسه المطران سليم الصايغ بمعاونة الأب إياد بدر راعي كنيسة الرسل والكاهن المساعد جيوفاني وعدد من الشمامسة. وتحدث المطران الصايغ في عظة القداس عن فضيلة التوبة قائلا: إن فضيلة التوبة تعني أن نفرض على ذواتنا تضحيات صغيرة حبا وإكراما للرب، وأن نمتنع عن الطرق التي كانت توصلنا للخطيئة، وأن نتنبه للإهمال وللفتور وللعادات السيئة الموجودة فينا. فضيلة التوبة أن تفرض على ذاتك تضحيات صغيرة حبا وإكراما للرب، أن تمتنع عن الطرق التي كانت توصلك إلى الخطيئة، أن تنتبه لإهمالك لفتورك للعادات السيئة الموجودة فيه، مثلاً الحلفان، مثلاً سرعة الغضب، مثلاً عدم الصبر، مقاطعة الإنسان الآخر في كلامه، عندما يعود الإنسان إلى نفسه ويطلب من الرب النعمة والنور لكي يرى نقائصه وخطاياه، ما أكثر النقائص الموجودة فينا ونحن نهملها، والرب في زمن الصوم يطلب منا أن ننتبه لنفوسنا لكي نكون على أتم استعداد. وبعد القداس ابتدأ اللقاء بقراءة للتأمل الصباحي، ثم قدم سيادة المطران ويليام الشوملي محاضرة حول فضائل سيدتنا مريم العذراء داخل الأسرة جاء فيها: إن منظومة الفضائل والقيم التي عاشتها سيدتنا مريم لم تتغير، لأن الفضيلة تبقى ذاتها مع تغير الزمان والمكان، ومريم تبقى المثال، وهي المرأة الفاضلة التي يسأل عنها الإنجيل في سفر الأمثال: امرأة فاضلة من يجدها، وعلينا أن نقتدي بها. المتواضع محبوب في أي مجتمع، في أي مؤسسة بتلاقي الناس المتواضع بتأمن عليه، بتثق فيه، بتحبه، بتحترمه. والمتكبر بيقولوا الله يبعد الله يبعد عنا الشر، لأنه زلمة مشكلجي أو وحدة مشكلجية. المتواضع يتعلم من أخطائه ويبدأ من جديد. الله يعطي نعمته للمتواضعين. التواضع يجنبنا سقطات كثيرة، لأن المتكبر يثق بنفسه فيسقط أكثر من اللازم فيسقط. في سفر الأمثال بيقول: قبل الانحطام الكبرياء، وقبل السقوط ترفع الروح. يعني الإنسان بسقط بسبب ترفعه أكثر من اللازم. هون ننهي الموضوع عن التواضع، منقول إنه مريم كانت مثال في التواضع، عرفت قدر نفسها وربنا رفعها. وفي مشاركة للمطران سليم الصايغ أشار فيها كيف نكون فاعلين داخل الرعية والعائلة، وكيف يكون لدينا الحس الروحي والإيماني في مسؤوليتنا عن بعضنا بعضا أينما وجدنا، فلجان أسرتنا عليها هذه المسؤولية لمختلف حاجات الرعية. وخلال اللقاء تم طرح الخطة السنوية للجنة المركزية واللجان الرعوية لعام 2018، حيث التقت اللجان في مجموعات للحديث حول الخطة السنوية وكيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع. واختتم اللقاء بمحاضرة للدكتورة عبير الفار بعنوان: بناتنا لآلئنا الثمينة، تربية الفتاة داخل الأسرة.